واصلت قوات إنفاذ القانون ملاحقة العناصر التكفيرية المسؤولة عن الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف المصلين بمدينة بئر العبد بشمال سيناء. وبناء على معلومات استخباراتية مؤكدة وبالتعاون مع أبناء سيناء الشرفاء، قامت القوات الجوية باستهداف عدد من البؤر التي تتخذها العناصر الإرهابية قاعدة انطلاق لتنفيذ أعمالها الإجرامية، والتي تضم كميات من الأسلحة والذخائر والاحتياجات الإدارية والمواد المتفجرة الخاصة بهم. فيما تواصل قوات إنفاذ القانون بالتعاون مع القوات الجوية فرض طوق أمني مكثف وتمشيط المنطقة في محيط الحدث بحثاً عن باقي العناصر الإرهابية للقضاء عليهم.